السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. متابعينا الكرام، إن الذي يفسر هذا الصراخ والعويل ديال نظام الكبرانات والذي ازداد مؤخرا هو فشل مشروعهم الذي استثمروا فيه لأكثر من 46 سنة، خسروا عليه أكثر من 500 مليار دولار. في الأخير هذا المشروع ينهار، الذي هو مرتزقة البوليزاريو. مرتزقة البوليزاريو هذه الميليشيات التي تنهار، ميليشيات صرفت عليها مبالغ طائلة، كما قلت أكثر من 500 مليار دولار. ما كاينش ميليشيا في العالم ولا ميليشيا في التاريخ صرفت عليها هذا المبلغ إلا مرتزقة البوليزاريو، ومع ذلك فشلوا في مشروع تقسيم المغرب والشعب المغربي. علاش؟ لأن أولا قضية المغاربة عادلة، ثانيا المغاربة متوحدون حول قضية وحدتهم الترابية. المغاربة أدركوا على أن هذه قضية حياة أو موت، وبالتالي هم التفوا حول هذه القضية ولم يسمحوا لا لنظام الكبرانات ولا لمرتزقة البوليزاريو ولا لأي كان حاول استغلال هذا الملف أن ينجحوا في مآربهم. لكن ما يهمنا الآن هو انهيار هذا المشروع، الأمر الذي دفع بنظام الكبرانات إلى السعار مؤخرا، وصلوا لحد درجة ديال السعار غير مسبوقة، لأن ما بقى لهم والو، الثروة ديالهم كلها صرفت على البوليزاريو، والبوليزاريو لم تحقق لهم شيء. الصحراء ما زالت في مغربها والمغرب ما زال في صحرائه. منذ عملية القرقرات الناجحة والاحترافية اللي قامت بها القوات المسلحة الملكية، هذا السعار والحملة ديال السعار، سواء ديال الأبواق الإعلامية ديال نظام الكبرانات أو أيا كان، ازدادت. هددوا وصرخوا وتوعدوا المغاربة سوف يفعلون كذا، عمليات عسكرية وما عرفت شنو، ما قدروا يديروا والو، فشلوا فشلا ذريعا. ونحن الآن تقريبا أمام الذكرى السنوية ديال عملية القرقرات، مابقاش بزاف. ماذا حققتم؟ لا شيء، لا شيء. لم تستطيعوا حتى أن تضعوا أرجلكم في المنطقة العازلة، وكل من يدخل نرسله إلى الجحيم والخبر في راسكم. هادشي علاش ازداد السعار في النظام الجزائري، هذا النظام الغبي والمغفل الذي بدل أن يهتم بالجزائريين الجوعى يهتم لمرتزقة البوليزاريو أكثر، يهتم أن يصرف ما تبقى من بضع أموال عليهم بدل أن تصرف هذه الأموال على الجزائريين. وفي النهاية المصير ديال هذا النظام سوف يكون الهلاك، سوف يكون مصير، يعني ما نعاودلكمش لأنهم هما اللي قلبوا لهادشي، هما اللي بغاو هادشي. في الأخير غادي تكون شي حرب أهلية كارثية، والسبب نظام الكبرانات، هذا النظام الغبي والمغفل. إذا المتابعين الكرام، مرتزقة البوليزاريو في حالة انهيار، هذا المشروع انهار تماما، والصحراء ما زالت في مغربها والمغرب ما زال في صحرائه. أراكم في فيديو قادم.